اهلا بكم في الجزء الثاني من محاضره السلفونامايدز. وكنا اتكلمنا في الجزء الاول من محاضره السلفونامايدز وقسمنا الانتيبيوتكس، وقلنا ان السلفونامايدز من ضمن السينثيتك كيموثيرابيوتيك ايجنتس. اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن السيستميك سلفونامايدز او الابزوربابل سلفونامايدز. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن السب توبكس اللي فاضلين، اللي هم التوبيكال سلفونامايدز، ودي الحاجات اللي بتبقى ابلايد للسكن او الاي، والانتستينال سلفونامايدز اللي هي طبعا بتبقى نون ابزوربل. السيستميك سلفونامايدز طبعا كنا اتكلمنا وقلنا ان هي بتستخدم في علاج السيستميك انفكشنز، وقلنا ان هي طبعا قسمناها الى شورت وميديوم ولونج اكتنج سيستميك سلفونامايدز. النهارده التوبيكال سلفونامايدز هنبدأ نتكلم عنهم، وأول دراج معانا هو السلفا ديازين سيلفر. سلفا ديازين كنا اتكلمنا عنه من ضمن الأنواع بتاعة السيستميك سلفونامايدز، وقلنا إن السيلفر سولت لما بيتكون على السلفا أو السلفا ديازين ويعمل السلفا ديازين سيلفر، ده بيستخدم توبيكال، وهو بيقول لي أبلايد في ووتر ميسيبل كريم، وده طبعا كريم مشهور جدا في الماركت اسمه ديرمازين لعلاج البيرلز الحروق. والدرمازين ده كمان بيبقى اكتف اجينست سلومونس سبيشيز، وده من ضمن الحاجات اللي بتخليه فيري افكتف في علاج البيرنز، لان طبعا معظم حالات البيرنز اللي بيحصل فيلير الثيرابي بتاعتها بتبقى بسبب هذه البكتيريا اللي هي السلومونس. كمان الدراج ده مش بينتريت السيل وول، وبالتالي هو بيشتغل على الاكسترنال سيرفيس ستراكشرز، والبريبريشن بتاعه تم عن طريق ان احنا بنفعل الصوديوم سولت اوف سلفا ديازين. هنا بيكون في صوديوم مكان السيلفر مع سيلفر نيتريت، فكل سيلفر 1 سيلفر ايون بيدخل مكان الصوديوم، وبالتالي بيحصل الريبليسمنت ده ويديني السيلفر سولت. الدراج الثاني وهو المافينايت اسيتيت، ولو انت بصيت على الاستراكشر بتاع المافينايت اسيتيت هتلاقيه في الاستراكشر العادي بتاع السلفونامايد، ادي ال NH اللي كانت موجوده على بوزيشن نمبر 1، وبعدين عليها جروب الاسيتيت عشان كده اتسمت مافينايد اسيتيت. لكن لو جيت بصيت على ال N في نمبر 4 هتلاقي في موديفيكيشن حصل، هنا في CH2 قبل ال NH2، واحنا كنا اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن السار، وقلنا ان لازم ال NH2 للبوزيشن نمبر 4 دي تبقى موجوده في المكان بتاعها، وما ينفعش يحصل لها ديسبيسمنت او حتى يحصل لها شيفتنج زي ما احنا شايفين كده. طيب هنا هنقول ايه؟ هنقول ان الدراج ده لو انت بصيت عليه ورجعت للصار اللي فاتت نوت ترو سلفونامايد، الحقيقه فعلا هو مش سلفونامايد. طب ليه اتحط هنا؟ وليه احنا بندرسه انكلودد في التوبيكال سلفونامايدز؟ عشان خاطر سببين، اولا هو للوهله الاولى شكلا الشيب بتاعه بيشبه السلفونامايدز، الحاجه الثانيه ان اليوز بتاعه كمان بيبقى انكلودد من ضمن اليوز بتاعه التوبيكال سلفونامايدز. وهو ده اللي خلاه يتحط في هذه الجروب. ولما نقول ان هو بيشتغل زي السلفونامايدز، ده مش معناه ان هو زي الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها. السلفونامايدز كانت بتعتمد على الاستراكشر سيميلاريتي، لازم تكون ال NH2 دي موجوده على الرينج عشان خاطر تعمل الاستراكشر سيميلاريتي بتاعت البار امينو بنزويك اسيد اللي هو البابا، اللي هي طبعا بتتفاعل مع الانزيم اللي بيحوله بعد كده الى انترميديت تتحول الى داي هيدروفوليت الى تترا هيدروفوليت زي ما شرحنا المره اللي فاتت. هنا الاستراكشر سيميلاريتي فقدت، وبالتالي هو ليه ديفرنت ميكانيزم اوف اكشن ونوت ترو سلفونامايد، لكن هو فيري افكتيف اجينست الكلوستريديوم ويلكي، وطبعا ده بيستخدم في علاج هنا بقى الانفكتد وونز مش البيرنز. يعني السلفا ديازين سيلفر كان للبيرنز، المافينايد اسيتيت ده للوونز، وطبعا هو اكيد نوت افكتيف اورالي، وبيستخدم ممكن الون او ان كومباينيشن مع اذر انتيبيوتكس في علاج الانفكتد وونز. الدراج ده كمان ليه سايد افكت يعني لازم ناخد بالنا منها، ان هو لو استخدم بلارج اماونتس ممكن يعمل ميتابوليك اسيدوزس، لانه طبعا بيبقى ليه بارشال سيستميك ابسوربشن وبيتحول بعد كده الى الاسيتيت، ودي طبعا ممكن تديكريز البي اتش بتاعت البلاد وبتعمل ميتابوليك اسيدوزس. عشان كده عملوا منه سولتس كتيره جديده، وطبعا الاسيتيت ديريفيتيف في الاينتمنت بيز هو كان اكتر سولت بيتم استخدامه. بعد كده هنبدا نتكلم عن الانتستينال سلفونامايدز. والانتستينال سلفونامايدز الاساس بتاع شغلها ان هي برودراكس، يعني احنا في الديزاين بتاعها عملناها على شكل برودراك،
والحقيقه يعني انا لقيت ان معظم الناس فاهمه ان كلمه برودراج طبعا التعريف اللي احنا حافظينه ان اكتيف ان فيترو اكتيف ان فيفو، فبالتالي هو بيبقى في الجي اي تي ان اكتيف بعد كده يبقى ابزوربت في البلد، هو ده كده بالنسبه لهم في الكونسبت يعني اللي انا شفته من كتير من الناس كده بقى ان فيفو فيتحول الى الاكتيف فور. لكن مش لازم البرودراج يتحول الى الاكتيف فور اللي هي ان فيفو اللي احنا فاهمينها داخل البلد، لا طبعا هو ممكن يحصل الكلام ده داخل الجي اي تي نفسها لان ده برضو ان فيفو سيستم زيه زي البلد بالظبط. ان فيفو كل ما هو داخل خلايا حيه حاجه انتكت، فبالتالي هنا الميكانيزم اوف اكشن بتاعت الانتستينال سلفونامايدز احنا عملنا لها برودراج ديزاينيشن عشان خاطر تبقى بورلي ابزوربت. طيب بص كده معايا، قال لك في اللارج انتستين، يعني معنى كده هي تعدي على الاستومك السمول انتستين وبعدين في اللارج انتستين يحصل لها الكليفج وتطلع الفري سلفونامايد وهو ده الاكتيف فورم. فبالتالي احنا لازم نعمل هنا برودراج هدفه انه يمنع الابزوربشن بتاع السلفونامايد اللي هو الانتستينال في الانتستين اللي هي سمول انتستين ويمشي بيها لحد اللارج انتستين، وهنا بقى في اللارج انتستين هتتكسر وتطلع السلفونامايد اللي هيستخدم في علاج الانتستينال انفكشنز والانسريتيف كلايتس وكمان الباول فلورا ريدكشن. طيب عندنا دراج اسمه السلفاجوانيدين، هنا انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما تحط جروب هايلي بيزك او جروب هايلي اسيدك، وفي الحالتين انت بتلعب ان انت يبقى عندك دراج هايلي ايونايزد، ولما يكون الدراج هايلي ايونايزد كلنا عارفين ان الحاجه الايونايزد مش بيحصل لها ابزوربشن، وهو ده الكونسبت اللي احنا بنشتغل عليه. فالسلفاجوانيدين لو انت بصيت عليه كده بوزيشن نمبر 1 في عندك الجوانيدو جروب اللي هي الجوانيدين المشهوره، تمام، وهو ده اللي بتخليه طبعا هايلي بيزك بيحصل له ايونايزيشن طبعا وبالتالي بيبقى نوت ابزوربت في السمول انتستين، وهو ده اللي بيخلي لي لوكال اكشن. الدراج الثاني والثالث والرابع كلهم بقى بنفس الكونسبت، بس هنا هنعمله على شكل اديشنال اسيدك جروبس زي بالظبط ما عملنا السلفاجوانيدين باديشنال بيز جروب. فلو انت جيت بصيت على الثلاثه دراجز اللي قدامنا سهل جدا تطلع الاستراكشر من الاسم بتاعه، ساكسينايد سلفا ثايازول، السلفا ثايازول ادي السلفا دراج وثايازول زي ما قلنا المره اللي فاتت الثايازول اهي جروب اللي موجوده في نمبر 1، انما عندك في بوزيشن نمبر 4 في عندك الساكسينيك اسيد ديريفاتيف اللي هي طبعا CH2COH وCH2COH، بس الناحيه دي طبعا عامله مجموعه امايد مع نيتروجين نمبر 4. الفيثالايل سلفا ثايازول نفس القصه، ادي السلفا ثايازول والفيثالايل اللي هي طبعا البنزين رينج اللي عليها 2 كربوكسيليك اسيد في الاورثو بوزيشنز، واحده منهم طبعا عامله اميديك لينكج مع النيتروجين نمبر 4. كذلك الفيثالايل سلفا سيتامايد، بس بدل ما كانت سلفا ثايازول تحت بقت اسيتامايد عشان حطينا مجموعه الاسيتايل. كلهم بنفس الميكانيزم اللي اتفقنا عليها ان هم طبعا وجود هذه المجموعات الهايلي اسيدك وقبلهم المجموعات الهايلي بيزك اديشنالي على الاستراكشر بتاع السلفونامايد بيبريفنت الابزوربشن بتاعهم من السمول انتستين لحد ما يمروا الى اللارج انتستين وهناك يحصل الكليفج ويحصل طبعا ان لازم ال NH2 اللي موجوده في بوزيشن نمبر 4 دي هتبقى فري بعد الكليفج، وهو ده اللي هيخلي الدراج يبقى اكتف ويشتغل على البكتيريا في هذا المكان. عندنا دراج كمان اسمه السلفا سلازين، والسلفا سلازين ده الحقيقه من الحاجات البروميسنج جدا والفكره بتاعتها حلوه قوي، ان هو بيشتغل هنا على في مجموعه هنا احنا عارفين اسمها الازو، تمام، والازو فانكشنال جروب دي بيحصل لها في الجسم ازو ريدكشن وبتتكسر ويحط هنا NH2 وهنا كمان H2 الناحيه الثانيه NH2. طيب لو انت جيت بصيت على الاستراكشر بتاع النص اليمين اللي هيحصل له كليفج في اللارج انتستين هتلاقي طلع سلفونامايد NH2 اهي في رقم 4 SO2NH وبايريدين رينج، فالسلفونامايد ده هيشتغل انتي بكتيريال. لو جيت بصيت على الاستراكشر بتاع الجزء اللي على الليفت هتلاقي طبعا ده حلقه بنزين عليها او اتش وعليها سي او اتش، لو انتوا تفتكروا الاستراكشر ده هتفتكر ان ده استراكشر السلسليك اسيد، والام اتش 2 اللي هتبقى موجوده هنا دي ميتا طبعا للكربوكسيليت فهتبقى ميتا امينو سلسليك اسيد، والسلسليك اسيد زي ما احنا عارفين هيبقى انتي انفلاماتوري، يبقى معنى كده ان النص الشمالي اللي هيتقسم من الكومباوند ده هيبقى انتي انفلاماتوري. دلوقتي بقى عندك كومباوند وصل اللارج انتستين حصل له كليفج بالازو ريدكشن وتحول الى تو دراجز او تو نيو كومباوندز، واحد منهم بيشتغل انتي بكتيريال والثاني بيشتغل انتي انفلاماتوري، وده اللي هيستخدم في علاج الالسريتيف كولايتس. الالسريتيف كولايتس طبعا كلنا عارفين الديزيز ده او سمعنا عنه، هنا البيشنت بيعاني من حاجتين، بيعاني من انفلاميشن تمام في الكولون مثلا،
وكمان معاه بكتيريال انفكشن. طبعا السلفاسالازين هنا هيغنيك ان انت تستخدم تو دراجز، كل واحد منهم بيشتغل بالجزء اللي احنا لسه بنتكلم عنه في الديزيز. هنا هو هيشتغل على الاثنين او التو كومباين ديزيزز اللي موجودين في الالسريتيف كولايتس. السايد افكتس بتاعت السلفونامايدز طبعا بتعمل جي اي تي باي ستريس، وبتعمل هيموليتيك انيميا لان هي برضو ستيل بتشتغل على الباث واي بتاع الفوليك اسيد سينثيسز، واكيد هيحصل يعني نوع من التشابه بدرجه ما، وده ممكن ياثر على السينثيسز بتاعت الار بي سيز في الهيومنز، وبالتالي ممكن تسبب في بعض الاشخاص هيموليتيك انيميا باللونج ران يوز. هيباتايتس برضو لان هي من الحاجات اللي بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر، وبالتالي ممكن تعمل هيباتايتس. الستيفن جونسون سيندروم، وده من الحاجات الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز للسلفا دراجز. واخيرا الكريستالوريا اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في الجزء الاول من المحاضره. نتكلم بقى هنا عن الكومباينيشن اوف سلفونامايدز وذ داي هيدروفوليت ريدكتيز انهبيتورز. بنفتكر مع بعض ان السلفونامايدز نتيجه الاستراكشر سيميلاريتي مع البابا بيتعرف عليها الداي هيدروبيوتريت سينستيز، وبيتفاعل مع السلفونامايد انستيد اوف البابا، لكن طبعا مش بيتحول الى الداي هيدروبيوتريك اسيد اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت، وده بعد كده اللي بيتحول الى داي هيدروفوليك اسيد او داي هيدروفوليت، ومنها الى تترا هيدروفوليت اللي هو طبعا بيدخل في صناعه البروتينز والدي ان اي اوف بكتيريال سيلز. الداي هيدروفوليت ريدكتيز ده الانزيم المسؤول عن تحويل الداي هيدروفوليت الى تترا هيدروفوليت زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، لقوا ان في دراج تاني اسمه تريميثوبريم، ولو انت بصيت على الاستراكشر بتاعه هتلاقي ان التريميثوبريم تريميثو يعني تريميثوكسي جروبس على الفينل، تمام؟ تريميثوكسي بنزين عشان كده راح تتسمى تريميثوبريم. والتريميثوبريم هنا لو احنا جينا بصينا على الاكشن بتاعه هو بوتنت انتي بكتيريال، بينهبت الداي هيدروفوليت ريدكتيز انزيم. ولو انت بصيت على الاكشن بتاعه هتلاقيه بعد الاكشن اوف سلفونامايد على نفس الباثوي بتاع البكتيريال سينثيسز اوف فوليك اسيد، عشان كده بيسموا الكومبايند اكشن اوف سلفونامايدز وذ تريميثوبريم از سيكوينشال بلوكج، يعني هم الاثنين بيقفلوا ان سيكونس، وده طبعا بيزود جدا الافشنسي بتاعتهم. حاجه كمان محتاجين نعرفها عن التريميثوبريم ان هو فيري سيلكتيف ان اكشن، بيبقى 100,000 مره مور اكتف على البكتيريال داي هيدروفوليت ريليتيف للهيومن داي هيدروفوليت ريدكتيز، وكمان بيستخدموه في التريتمنت اوف يورينري تراكت انفكشنز. الكومباينيشن ما بين السلفونامايد وبين التريميثوبريم، وطبعا بيستخدموا دراج هنتكلم عنه كمان شويه، بيحاولوا يطلعوا تو دراجز ان ذا كومبايند ثيرابي ليهم تقريبا نفس الفارماكاينيتك بروبرتيز علشان خاطر التي هوب بتاعتهم تقريبا تبقى ثابته او تبقى واحده، فالاثنين دراجز اللي هم كومبايند في نفس القرص اللي انت بتاخده في التابلت هما الاثنين يشتغلوا مع بعض وكمان يخرجوا من الجسم مع بعض، فتقدر ان انت تظبط الدوز اللي بعدها وتدي الدوز اللي بعدها من غير ما يكون في احد الدوائين دول ستيل موجود جوه البلاد، فبالتالي يبوظ لك الدوز كالكوليشنز بتاعتك او ممكن يعمل اي سايد افكتس. ده الكومباينيشن المشهور جدا في الماركت واللي احنا كلنا عارفينه واللي احنا كلنا ممكن نكون استخدمناه بالفعل، اللي هو الستريم او الستازول تابلتس او السيبترين او الستازول شراب طبعا للاطفال. مميزات طبعا الكومباينيشن دي ان هو ليه سينرجستيك اكشن، يعني 1 زائد 1 مور ذان 2 اكتر من 2، وده نتيجه السيكوينشال بلوكج اللي انا اتكلمت عنه في السلايد اللي فاتت. كمان لما انت تدي تو ديفرنت دراجز للبكتيريال سيل ده بيافويد الديفلوبمنت اوف ريزيستنس، لان انت عارف البكتيريال سيل لما تلاقي فيه 1 دراج بس هو اللي بيعمل عليها اتاك هي تقدر ان هي تركز معاه بالمعنى ده الحرفي بالظبط، وتقدر ان هي تعمل ضده ريزيستنس، لكن لما تلاقي تو دراجز كده التركيز بتاعها بيتشتت وما تقدرش ان هي تركز مع حد فيهم. كمان بقى كمان لما اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا التريبل ثيرابي او تريبل كومباينيشن دي كانت تبقى كمان من الحاجات الصعبه جدا على البكتيريال سيل ان هي تعمل لها ريزيستنس، فمن ضمن الحاجات المهمه قوي ان انت تقدر تافويد بيها البكتيريال ريزيستنس لو كانت تنفع ان انت تعمل كومباينيشن ثيرابي. واكيد طبعا ليها برودر سبيكترم اوف اكتيفيتي لان انت هنا بتغطي تو ديفرنت ستيبس ان ذا سيم باث واي، او ممكن كمان في بعض الاحيان في الكومباينيشن ثيرابي بتغطي تو ديفرنت باث وايز، وده طبعا اللي بيدي القوه بتاعت الدراج. ثانك يو.